ما جاوبتناش على المشكله الرئيسيه المأسسه، انت بدات بيها وما كملتش بالظبط. يعني يا ريت ما تنساش تمام الايشيو الرئيسيه. ماشي، انا هتكلم فيها وبعدين هكمل على طول وراها القصه. المأسسه كنا لغايه دلوقتي بعد ما طرحنا الوثيقه كنا بندور على ان احنا دلوقتي نعمل شكل مؤسسي لهذا الكيان يضمن سلامة هذا الأمر وعرضه بشكل منتظم، ويتم التواصل، لأن الاتفاقيات والبروتوكولات والتمويلات كلها بتأتي على مؤسسات أو هيئات مؤسسية وليست أشخاص. تمام؟ إحنا فرسنا أكتر من شكل، لكن نحن الآن في انتظار لائحتين تنفيذيتين هنقرر بعدهم الشكل المؤسسي لهذا الأمر، سواء لائحة تنفيذية للقانون 70 لسنة 2017 أو لائحة تنفيذية للقانون الاستثمار. وبالتالي هيبدأ بعدها إقرار أي نوع من المؤسسات سوف نعمل تحت مظلتها. يعني يعني النهاية إن إحنا لازم نشتغل تحت مظلة مؤسسة. شكل المؤسسة دي هتطلع جمعية أهلية أو جمعية أو مؤسسة أهلية، لأن هتبقى تحت قانون 70، أو هنشتغل تحت مظلة قانون الاستثمار كشركة لسه ده لم يتقرر الا بعد صدور اللوائح التنفيذيه عشان نقدر نحدد نفسنا. وخلاص يعني احنا على وشك خلاص، يعني يمكن شهر كتير قوي وهتبقى قدامنا اللوائح اللي يكون خلالها تم عمل بروموشن كويس للوثيقه ونشوف الناس رايها ايه، لان طبعا استفدنا جدا. وانا بقول انا استفدت، استاذ شفيع طبعا اكيد اخي الكبير، يعني يكون برضو اكيد كون راي من الاراء اللي اتقالت. هل تكوين جمعيه اهليه كبدايه صعوبة؟ حضرتك بتسألي، لا سهل جدا تأسيس جمعية أو مؤسسة، سهل جدا و... لها غرض سياسي هاخد موافقة؟ لا هي لها معاذير مادة، يعني هي ليها المواد حصرت الأعمال التي تعمل فيها الجمعية، سواء النشاط الحزبي أو النقابي، بس كبداية وبعدها أنطلق للمتاح حسب الرؤية. وارد، يعني وارد، ده وارد. أنا هنا هعقر، يعني لسنا في انتظار، انا مش في انتظار اي حاجه من اي حد في اي حاجه، لا لائحه تنفيذيه ولا قانون ولا كذا. اشرت من قبل ان القانون الصادر ده جاء منافيا لما كان قد اقر بمعرفه الحكومه اللي طلع من بره الحكومه. ازيدك من الشعر بيتا، اسف ان انا بقطعك. ازيدك، كنت لسه مع احد سفراء الدول الكبرى الاجانب اللي هنا في مصر، مش هقول اسمه ولا دولته، وقال لي قانون جمعيات الاهليه ده مش هيطلع ومش هيستمر ومش هيطلع له لائحه تنفيذيه، ايه رايك؟ طيب ماشي. احنا سياسه تابعه خاضعه، والشعب المصري كله بيعاني، لازم نخرج من ده. تمام. لازم نخرج من مساله يعني بيعمله الاستاذ شفيع، انا اظن ان ده شكل مستقل لاختراق اوضاع ثابته ومتراكمه علينا من ناحيه ثقافيه. طيب. وده شيء لازم نشجعه. انا لا في حاجه الى اشهار ولا في حاجه الى قانون من خارجي، خليني الله يرضى عليك ارد عليك وارد على اللي بسمعه، وده اللي مكتوب في الوثيقه اللي لازم تروح تقراه عشان يبقى قصدي اقول ما بقولوش، ده اللي مكتوب في الوثيقه. نحن البشر، نحن المواطنين، نحن اي حاجه، انا منكم كواحد من هذه الوثيقه اللي بتؤكده، ما كنا في الانتظار علشان نعمل، ما انا هم ال 1500 عمل دول اتعملوا في انتظار اي قانون. دي نقطه تؤكد الوثيقه، اول كلمات فيها انها عابره للقارات والدول، اصلا ما هياش بتاعه منظومه اللي المفروض بننتجه ده كما اشير وهو موجود في الوثيقه، ده اللي تنتجه اليونسكو، تنتجه السيسكو، الاليكسو، تنتجه اتحاد اذاعات الدول العربيه الافريقيه الاسيويه الاوروبيه الى اخر، ده نوع الانتاج اللي لا تقوم عليه حتى دولة مهما كانت عصريتها أو اقتدارها أو إمكاناتها المستقبلية أو أي حاجة، ده إنتاج لا تصنعه، لا يجوز، يعني لا تقتدر عليه دولة، فهو محتاج لمنظومات دولية بوضعها الراهن، عارفين مين اللي بيمول اليونسكو، مين اللي بيقطع التمويل، ومين اللي وإمتى وإيه اللي بتعمله وإيه اللي عمرها ما عملته، واللي إحنا بنعمله هو اللي إحنا بنعمله. فإذا هي مش مجازا العبارات او اي كلمه تقراها عابره للدول ولا القارات وعابره ما هياش محليه، انت بتخاطب طير البشر مش بتخاطب النجع ده ولا الكفر ده. دي نقطه. ومن ثم فالقانون المنظم لها هو تلك الوثيقه الوحيد
لا عايزين قصدي اقول ولا منتظرين ولا 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 يمكن ان الانساق القائمه تتسع لهذا الافق الانساني المستقبلي اللي رايح لسائر البشر. ما فيش لا في منظومه محليه هنا ولا في حته ثانيه يعني ولا في روسيا ولا في امريكا ولا في بتاع منظومه هيبقى ده افق. الوثيقه هي القانون بتاعنا ماشي الحال. فتقروها وتتوقفوا عند كل حرف وعند كل كلمه وعند كل زعم وعند كل ادعاء وتشوفوا ايه امكانيه تجاوز كل القيود اللي انت ممكن تفترضها او تتصور انها ممكن تعطلك. ايه اللي يعطلك؟ ما فيش حاجه تعطلك الحقيقه. ما فيش حاجه تعطلك لو انت عارف رسالتك كبني ادم يعني هو ايفر. انا مش بتكلم على شخص، انا بتكلم على انا بني ادم. انا مش عمري ما شفت ان في حاجه تعطلني. هعمل اللي انا بحبه ايا كانت الظروف واينما كنت. لو انا في احراش اسيا ولا في ادغال افريقيا هعمل اللي انا بحبه وليس هناك ما يعطل، بالعكس هيبقى دائما هناك. فانا رايي لسنا في انتظار ولا ينبغي ان نكون في انتظار. هناك فارق كبير جدا مع كل احترام الكلام اللي انا شايفه، هو كلامه سليم. في الشق الفني ليس هناك ما يعطله، عمل 5000 عمل بدون عطلة. لكن انا النهاردة بماسس عشان انتشر وعشان اوصل وعشان احقق الاهداف. الجزء التكنيكال الجزء الفني اتعمل جميل رائع، والاستاذ شفيع قادر انه يعمل 5000 قدوم كمان، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. لكن انا هسأل الاستاذ شفيع السؤال، لو جاي لك انا دلوقتي عايز انتشر وعايز فلوس، ورحت للبنك الاهلي في اطار السوشيال ريسبونسبيلتي وقلت له عايز فلوس عشان خاطر همول بروموشن على 27 محافظه، انا ما اقدرش كايهاب وفقا للقوانين المصريه اخد فلوس، ولا هو كاستاذ شفيع ما نقدرش. الكلام ده كلام له محاذيره، لازم اخده تحت اطار مؤسسه. يبقى دي مساله اداريه لا علاقه لها، لازم عندي حساب في البنك. حضرتك عايز تتبرعي ب 100 جنيه هتديهم لي في جيبي؟ اخدهم من حضرتك تقول لي خد. طيب يعني ثواني بس يا استاذ اكمل كلامي. لا ارد على حضرتك. طيب. لا معلش. تمام انا عاوز حضرتك عايز تمام عشان ننتشر وعشان نحقق انتشار وعشان نحسن ونجود ونروح عبر العالم ونسافر ونروح ونحدث مكاننا كل ده على حساب الاستاذ شفيع على فكره، كل ده على نفقته الشخصيه. تمام؟ كله يعني عشان اشهد وابصم. لكن انا النهارده هل احنا هنكتفي زي ما قال المهندس احمد الجناين ان احنا 10 15 100 150 نفر ونفضل نعرض الكلام ده على 100 والكلام ده، ولا احنا عاوزين نفرد هذه الاعمال عشان نحقق الهدف الاكبر؟ عشان احققه الله في سماه لازم شكل مؤسسي، من غير شكل مؤسسي لو عدى مننا اليوم الدين. انا ما اتكلمتش على الجانب الفني، كاميرتك معاك تقدر تعمل 5000 كمان. المعنى اللي انا قلته في انك لن ولا يجب ولا يصح ولا يجوز ان ننتظر شيئا، لا من لائحه تنفيذيه ولا قانون ولا اي حاجه، لان ما فيش حاجه تعطلنا. اذا كان الواحد يقدر فما بالكم بمنظوماتنا المؤسسيه او جمعياتنا ال 47,000 جمعيه او جامعات او البحوث او الى اخر كل ال ايه القانون المؤسسه اللي بيتكلم عنها المنظم اللي عملنا هو ده اللي في الوثيقه اللي لازم نقراها. يعني ده القانون الوحيد والرئيس اللي بيتاكد. طيب دي نقطه في هذا الشق. اي حد في العالم بقى، ما اعرفش مثلا اي حد في العالم دي يعني فرد او زي ما قلت في الاول مؤسسه او حكومه او وزير او محافظ او اي حد عايز زي ما هو حاصل عمليا. انا عندي يوم الثلاث في الفيوم، بعرف ايه رحت الفيوم بالصدفه كده وانا داخل لقيت بنت الناس اللي موجوده شافتني ومدير القصر والمحافظ بالصدفه في وشي بالصدفه. اول حاجه عايزين تعرض لنا فيلم عن الفيوم. طيب شوف شافوا الفيلم وكلهم عايزين نعمل قناه بما فيهم المحافظ. اول يا سياده المحافظ هتعمل ايه وانت القانون الصادر ده امريكا قطعت المعونة عنه، ايه اللي تقدر تعمله انت؟ قال لي مالكش دعوه انا عليا الى اخره. ده تشوفوه كل ده موجود على الميديا كل هذه الحوارات. يبقى اذا هو ساعد انا مش منتظر ولا عايز يعني ولا رايح له، هو اللي بيطلب مش كده ولا ايه؟ طيب انت بتطلب
يا سيدي انت ما تقدرش لان انت ده حدود صلاحيات بتاعتك ودي القيود والقوانين انا ذلل فلا ماشي احنا معاك انت طالب بقى بالقانون بتاعنا ماشي مش لسه انا مش عايز قانون بالدستور ده بالوثيقه دي لان هو عايز يمأسس ما هو راخر عايز يمأسس هيمأسس على اي اساس هو بيقول لي اديني انا منظومه مؤسسيه لا اقدر فانا عامل الوثيقه دي الحقيقه عشان ارد عليه هو اوليا بين غير طب الراجل ده مره ثانيه ايهاب مش راجل بتاع خبير مجتمع مدني زي ما يعني يقصد ان هو يعني يقدم هذه الصوره وبس قلت مره ثانيه وبقول ثاني هو راس قطاع المجتمع الاهلي لكن مش هنا بالصفه دي ايوه ماشي هو لكن لا انا لا خلاص خلاص انا مش هنا بالصفه دي خلاص مش بصفتي الوظيفيه خالص ماشي خلاص ماشي هو مدير الاتحاد العام للجمعيات هو مدير اتحاد الجمعيات الاهليه من 30 سنه يعني الصفه دي ماشيه معتمده ما انا ما هنا ده تحقيق وانا على كده انا رايي سيمبلي ان الحكومه معاك اهي ثانيه واحده وانت سامعها وهي اللي بتقول اللي انت سامعه ماشي ادي الدستور بتاعنا يعني ادي القانون بتاعنا انت تعمل ايه يعني تعمل قانون جمهور قرار قرار جمهوري بالقانون طب والانتشار الحاصل يا سيدي ماشي هجاوبك والله اذا بنقول ده اهميه الوثيقه احنا عاملين كل ده لاننا ما قريناش الوثيقه لا هنا ولا ممكن نقراها هنا ولا تتقري الا عبر الميديا التفاعليه وانها عايزه تقرا يعني تقعد لك بقى زي ما ربنا يقدرك شهرين ثلاثه على ما تستوعب الورقه اللي هي كلها ما اعرفش 10 صفحات دي مش 10 دي مفاتيح 10 12 مثلا في الاخر دي ده المكتوب لكن زي ما بقول هيحيلك دائما الى عمق الاشياء يعني ايه تحرير العقل يعني ايه كل كلمه من دول وراها 200 مثلا منتج شارح موضح كاشف مؤسس يعني ايه؟ كل كلمه يمين يعني يكاد وكل مسمى لكل منظومه مؤسسيه يعني ايه قانون ينظم شؤون المهن؟ ما فيش حاجه اسمها القيم الاخلاقيه في حاجه اسمها قانون يضبط المنظومه المهنيه ويمكن اصحابها من ان هم يؤدوا رسالاتهم والى اخره زي ما بيقول المحكمه الدستوريه وزي ما بيقول الدنيا كلها يبقى قانون فهذا هو الوثيقه هي كل هذه الشؤون الحقيقه واسعه العرض بيؤثر وجزء من كلام اخونا ايهاب ان هو يقول انها حاجه لا سابقه لها لا سابقه لها ومش في مصر وبس لا سابقة لها أباء زعمي بين المزاعم إنه لا سابقة لها في الدنيا ما إيه المشكلة؟ لا سابقة لها ما يبقاش في قانون منظم في حد يقدر يعمله غير مؤسسي هذه المنظومة؟ يعني القانون القانون ما فيش طرف في الدنيا يقدر يعمله غير أصحابه ده إعلان نعم إعلان لكل ذي شأن لكل ذي شأن مؤسسة فاركان او مؤسسه عشان انت بتقول احنا هنا مطلقين لا انت مش هنا اللي يجي هنا يبقى جاي شريك شريك في ايه هو اللي هيحدد ايه اللي عايز يعمله هيعمله وفقا لاي منظومه او اي قانون الوثيقه دي والدستور ده شارح ماشي الحال فلسنا في انتظار